السلام عليكم. نظمت كلية الطب جامعة نيسان ضمن نشاطات التعليم المستمر دورة تدريبية بعنوان Thyroid Imaging Reporting and Data System، واللي هو نظام التصوير الغدة الدرقية باستخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد الكتل الموجودة في الغدة الدرقية. تهدف الدورة إلى الاعتماد على استخدام نظام التايراز، وذلك باعتمادنا لخصائص محددة من أجل تصنيف الكتل الموجودة في الغدة الدرقية من كتل حميدة إلى كتل خبيثة. وبالتالي من خلال استخدامنا لهذا النظام يتم توحيد التقارير، ومما يسمح بالتواصل الفعال بين الأطباء بصورة عامة وأخصائي الأشعة وأخصائي الأنسجة من أجل تجنيب المريض إجراء خزعة غير ضرورية. الدكتورة رسل علي عبد الله، أخصائية الأشعة والسونار وتدريسية في فرع الجراحة كلية الطب جامعة نيسان.